بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد اليوم أيها الأحبة أن أتأمل معكم كنزا من كنوز الجنة. أريدك أخي الحبيب أن تتخيل معي أن هناك قطعة من الألماس أو قطعة غالية الثمن من الذهب موجودة في مكان ما، وطلب منك أن تؤدي عملا مقابل أن تحصل على قطعة الذهب. لا شك أنك ستسارع لهذا العمل من أجل الحصول على هذه أو هذا الكنز، مع أنه شيء قليل. طيب كيف إذا قلت لك إن هذا الكنز موجود بين يديك؟ ويتميز عن كنوز الدنيا أنه كنز دائم من كنوز الجنة، هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو عبارة عن كلمات قليلة جدا تقولها خلال ثانيتين فقط. كنز من كنوز الجنة، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لماذا هذه العبارة هي كنز؟ ماذا تؤثر في حياتنا إذا حرصنا على تكرار هذه العبارة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب ما هو معنى هذه العبارة؟ كيف نفهمها؟ لأن كثير منا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو لا يعلم المعاني العميقة الكامنة في هذه العبارة التي هي كنز. يعني يجب أن نسميها كنز، ليست عبارة عادية. النبي قال عنها إنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر أخي الحبيب، في البداية نريد أن نتدبر ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول معروف من التحول والتغير وتبديل، التبدل من حال إلى حال، لذلك يسمى الحول السنة، بمعنى السنة لأنه يتكرر. فكل الأمور المتغيرة في حياتنا يجب أن نعلم أنها بيد واحد فقط، هو الله عز وجل. لا حول أي لا تغير في حالي. طيب أنا مريض، أريد أن يبدل الله حالي من حالة المرض إلى حالة الشفاء، هذا بيد الله. طيب أنا الآن ذاهب في مهمة، في عمل، في مشوار، أسعى في سبيل الرزق، من القادر أن يغير حالي من الضيق إلى سعة الرزق؟ هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتغيير يحتاج إلى قوة أيها الأحبة، هذا مبدأ فيزيائي معروف. يعني هذه السيارة حتى تغير مكانها، يعني حتى تمشي تسير تنتقل من مكان لآخر، تحتاج إلى قوة دفع، إلى وقود. هذا الوقود يعطيها قوة دافعة. أي جسم في الكون لا يتحرك إلا بقوة، لذلك أي تغير يحتاج إلى قوة. فالقوة مع الله والتغيير بيد الله. إذن أنت أيها الإنسان ليس لك شيء من أمرك في هذه الدنيا، قل إن الأمر كله لله، فالله هو الذي يغير. طيب إنسان لديه مشكلة مع زوجته، مع أولاده، وما أكثر عقوق الأولاد اليوم للأسف من علامات الساعة. إذا بر صديقه وجفى أباه وأطاع زوجته وعق أمه، ظاهرة انتشرت كثيرا. أنا أريد أو أرجو أو أسأل الله أن يغير هذا الحال. من القادر أن يغيره؟ الله، لأنه هو ذو القوة المتين. القوة عند الله، التحكم عند الله، القرار عند الله. وليس كلنا أسباب أيها الأحبة، كلنا في هذه الدنيا عبارة عن وسائل وأسباب، ولكن المحرك هو الله سبحانه وتعالى.
والمتحكم هو الله، والمتصرف هو الله، والقوة كلها عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بعض الناس تعود أن يقول هذه العبارة في حالة الانفعالات، عندما ينفعل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذه عبارة جميلة جدا، كنز، يجب أن نقولها في كل أحوالنا. أي مشكلة تتعرض لها، أي ضيق في الرزق، أي خوف تخاف من المستقبل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. تخاف من شر حادث أن يصيب ابنك، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تغير ولا تحول ولا تبدل إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. فهنا ما الذي يحدث في دماغك أيها المؤمن عندما تقول هذه العبارة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو عندما تقول هذا الكنز تنطق به؟ أول شيء وأهم شيء أن نظرتك للأمور تتغير. يعني أنا بدلا من أن أعتقد أن فلان بيده الخير، فلان هو الذي يستطيع أن يغير حالي، فلان يستطيع أن يرزقني، فلان يستطيع أن يحل لي هذه المشكلة، سترتبط حياتي بالبشر الضعفاء، وسأعيش في حالة من الهم والضنك وترقب أن يستجيب لي فلان، أو فلان يعطيني أو يمنعني، وهذه تحدث لك نوع من القلق والتوتر، وتفقدك لذة الحياة، حلاوة الحياة. بينما عندما تربط حياتك بالله، وتربط أي تغير سيحدث معك تربطه بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا في هذه الحالة قضيت على الهموم. لماذا؟ لأن الله بيده كل شيء. العبد ضعيف قد يموت يعني أنا قد ألجأ إلى فلان ليعينني على قضاء حاجة معينة، مثلا يقرضني مبلغا من المال. طيب هذا الشخص قد يموت قبل أن يقرضني المال، هو لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم شيئا. طيب كيف يملك لي الخير؟ ولكن أنا عندما يتعلق قلبي بالله وأدرك أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأدرك أن التغير والتحول لا يتم إلا بأمر الله، وأدرك بنفس الوقت أن البشر ضعفاء، إذن أنا مرتبط بالقوي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أنا الآن اعتمدت وتوكلت وتمسكت بالله القوي العزيز الحكيم الرحيم الذي يعلم الغيب ويختار لي الخير، وبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا الآن مع الله، هذا هو، يعني هذه هي خلاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذا الكنز يبقيك مع الله. الشيء الثاني، أنت تنطق بكنز من كنوز الجنة، إذن أنت ستضمن دخول الجنة إن شاء الله. طيب إنسان لا يصلي، وكلما حاول أن يلتزم بالصلاة لا يستطيع، من القادر أن يغير حاله من حالة التكاسل عن الصلاة والانقطاع عن الصلاة إلى حالة إنسان ملتزم بالصلاة والذين هم على صلاتهم يحافظون؟ من يستطيع ذلك؟ هو الله. لا حول، لا يغير حالي من حالة إنسان يائس بائس إلى حالة إنسان متفائل قريب من الله إلا الله. لا حول ولا قوة، القوة التي أحتاجها للتغيير بيد الله. لاحظت المعنى أخي الحبيب؟ فأنت الآن
إذا تعرضت لأي مشكلة وأردت أن تحل هذه المشكلة، إنسان يتقاعس عن العمل، كثير من الناس يقول لك أنا يمضي اليوم ولا أنجز شيئا، لا يتغير شيء في حياتي، لدي الكثير من الأعمال لا أنجزها، لدي الكثير من الأفكار والمشاريع لا أنجز شيء، يجلس في مكاني. طيب ما هو الحل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الذي يستطيع أن يغير حالي هذا من حالة الركود والجلوس والخمول والكسل والخوف من المستقبل والخوف من ما سيحدث في المستقبل والخوف من المرض، الخوف من القلة، الخوف من الأحداث، الخوف من الظروف السياسية، الخوف من الغيب، ماذا ينتظرني، الخوف من القدر، أحيانا يخاف الإنسان من القدر، الخوف من الموت، كل هذا لا يستطيع أن يغيره إلا الله. فالكنز الذي تقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكنز لماذا سمي كنز؟ بالفعل لأن يعني أنت عندما، ما فائدة الكنز؟ تغيير حياة إنسان، صح؟ يعني يقول لك إنسان كان فقيرا معدما، فجأة وجد كنزا فأصبح غنيا. إذن الكنز ما فائدته؟ أنه غير حياتك من حال إلى حال أفضل. طيب هذه العبارة وسيلة أن تغير حياتك نحو الأفضل، أن تتحول حياتك نحو الأفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أخي الحبيب، هنا نحن ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى في هذا الكنز، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تشعر بالفرح، تشعر بنوع من المعية مع الله، أن الله معي، أنني أنا مع القوي، أن الذي يغير حالي هو الله. أقول الحمد لله أنني لا أعتمد على عباد ضعفاء، بل أنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى، أعتمد على القوي عز وجل، أعتمد على اللطيف الخبير العليم بحالي، القادر على أن يغير حالي إلى الأفضل. لذلك أخي الحبيب، كلمة أخيرة، احرص على أن تقول هذا الكنز وتكرره مئات المرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحاول أن تتذوق هذا المعنى، معنى أن تكون مع القوي، معنى أن تكون مع القادر على تغيير حالك، فتقول كأنك تقول يا رب إنه لا تغيير ولا تبديل إلا بك، لأنك أنت ذو القوة وأنت القوي العزيز وأنت القادر على ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يبدل حالنا إلى الأفضل، وأن يرزقنا حسن التدبر والفهم، وأن نكون من الفائزين بهذا الكنز في الدنيا والآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.